بغيت نشكر السيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال، لأنه هذا القطاع تيلعب دور مهم في الحركية ديال المواطنين، ولذلك فإن الحكومة تعمل على معالجة الإكراهات التي يعرفها من أجل إصلاحه والرفع من جاذبيته وتنافسيته والرقي بجودة الخدمات وتحسين شروط السلامة فيه. فهذا الصدد تعمل الوزارة على إطلاق دراسة لإنجاز ميثاق وطني للحركية على المدى الطويل، تهدف لتطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص. كما أننا نواصل العمل مع وزارة الداخلية من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال مواكبة المجالس الجهوية باش تنزج دراسات ديال الحاجيات ديال التنقل داخل الجهة، وتعد المخططات ديال التنقل على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على منهجية تنظيم النقل بالجهات. على المدى القصير تم تحديد ومناقشة مجموعة من الأولويات مع مهني القطاع خلال سنتي 2022-2023 تترتكز على الحافلة والسائق المهني والمحطة الطرقية. بالنسبة للحافلة تم إعداد برنامج لاقتناء حافلات جدد لنقل المسافرين تكون مزودة بأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة تتساعد في السياقة. بخصوص السائق، يتم تطوير وتأهيل منظومة للتكوين لنيل رخصة السياقة الخاصة بصنف الدال مع إدماج التكنولوجيات الحديثة أيضا. أما بالنسبة للمحطة الطرقية، تنواصل مع وزراء الداخلية التنسيق من أجل مواكبة المجالس الترابية باش تأهلها وتطورها وتطور الإدارة ديالها. شكرا. شكرا سيد وزير.